مشغل تطبيقات اندرويد 13 على واجهة 13 لهواتف شاومي. بدنا اليوم ان شاء الله نحط المشغل التطبيقات الجديد على اجهزتنا، وهذا المشغل انه مشغل مش الفا، مستقر. هي موجود عندنا على اندرويد 13، مشغل تطبيقات محترم، مشغل تطبيقات سلس، مشغل تطبيقات بيديك كافة العمليات المطلوبة. ولوز يا معلم، كونوا معنا الان. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعل الجرس. خليني نشوف مشغل التطبيقات ونشوف ايش مواصفاته ونشوف كيف حركاته، وخلينا نروح نشوف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب السرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. واليوم بدنا نشوف مشغل التطبيقات اللي على أندرويد 13، بدنا نحطه على موبايلاتنا. زي ما أنتم شايفين مشغل التطبيقات موجود هنا وموجود هنا، حطنا مشغل التطبيقات. حركاته كويسة، بيعطيك أداء تنقل وفتح وغلق التطبيقات بالأنيميشن بالمتوسط والسريع والبطيء. وزي ما انتم شايفين هنا في المكان هذا التطبيقات بتقدر تحذف اسمائها وبتقدر تخلي اسمائها. واحنا عارفين انه احنا لما نعمل زي هيك وبنيجي على الاعدادات وبنيجي على المزيد، في عنا هنا موجود لا تظهر النص. لو اجينا عملنا هيك لا تظهر النص ورجعنا من المكان، هنلاقي في اسماء التطبيقات اصبحت متاحة وانت بتختار اللي بدك اياه. في عندي كان متابع واخ موجود على القناة بيقول لي الايقونات انا كيف بدي اعمل عملية تغيير حجم الايقونات، ولا اسهل منها هذه، كيف بدي اعمل تغيير حجم الايقونات؟ هاي الايقونات موجودة عندي وجينا عملنا زي هيك وجينا على الاعدادات وجينا على المزيد. في عنا الامور هذه كلها بتنزل لتحت هيك، في عنا هنا حجم الايقونة، هنا بتقدر تتحكم في حجم الايقونة زي ما انت عايز. شايف كيف بتكبرها وبتصغرها زي ما بدك. بالنسبة لحجم الايقونة هنا في هواتف شاومي وريدمي بالشكل هذا. مشغل التطبيقات اللي الان احنا بنشرح عليه بس بينزل على هواتف شاومي وهواتف ريدمي. هواتف بوكو لها مشغل البوكو لانشر. هذا الفيديو هيكون بس للريدمي والشاومي. هذا المشغل الآن اللي أنا بشرح عليه الصحيح مشغل سلس، مشغل حلو، مشغل يعني ما شفتش فيه أي تعارض أو أي مشكلة. هذا المشغل في المميزات إنه مستقر، يعني مش ألفا، مستقر. تأثيرات التنقل هذه اللي هي بتعطينا التأثيرات لما أجي أتنقل من صفحة إلى صفحة، مش في هذا المكان، ها مش في لما تروح على جوجل، لا، لما تتنقل في صفح الجهاز. شايف كيف هذه الحركة؟ هذه الحركة بتقدر تقيمها وتشتغل فيها في المكان هذا بدك إياها بشكل مثلا دوران، هي أصبحت بشكل دوران. ولما يكون عندك صفح أكتر هتبين معك أكتر وأكتر. نيجي هنا تأثيرات التنقل، أنا في الغالب بحطها مكعب، لو مثلا بدك تحطها زي هيك وهيها طبعا بشكل اللي أنت شايفه. تنسيق الشاشة في عنا اللي هو 4:6 و5:6، وعنا في القفل تنسيق الشاشة. إيش يعني؟ لما نقفل الشاشة يعني أنا ما بقدر الآن أحرك أي تطبيق، بس بقدر أشوف معلوماته، ما بقدر أحركه من مكانه. الشاشة هيك تم قفلها خلاص، هيك ما بقدر أحرك أي تطبيق. باجي تاني بعمل زي هيك وباجي على الإعدادات وبفتح قفل الشاشة وبعمل تم وبعمل زي هيك. لاحظ معي هنا في عنا التنقل في النظام، التنقل في النظام في عنا الأزرار، الآن ببين الأزرار أو الإيماءات. انا شغال دائما بالايمات او بالازرار زي ما انت عايز بتشتغل، ولكن في البوكو لانشر يختلف الامر. لو اجينا على البوكو لانشر مش هنلاقي اللي هو انا بقدر اتحكم في هذا الكلام من نفس المكان، مش هتلاقي فيه. وين بيكون موجود في البوكو؟ في اجهزة البوكو يعني بتيجي على الاعدادات وبتنزل على حاجة اسمها الاعدادات الاضافية. في عنا هيو عرض ملء الشاشة، هتلاقي فيه الازرار وفي عنا هيو وفي هيو في عنا الأزرار وفي عنا هنا الإيماءات. فيعني البوكو لانشر يختلف في هذا الأمر، لازم يكون عندك علم. هذا بوكو أفتلة. إظهار حالة الذاكرة إيش هذه؟ لما أنا أجي أعمل هيك، خلينا نطلع، لما أجي أعمل زي هيك هتلاحظ إنه إظهار حالة الذاكرة فوق. شايف 4.9 جيجا بايت من 8 جيجا، جهاز 8 جيجا، هذا ببين لك قديش أنت بايل ومستخدم من الرام.
خلينا نشوف مشغل التطبيقات اللي عندنا شو اسمه. نيجي على الإعدادات، تطبيقات، إدارة التطبيقات، وبنيجي في هذا المكان بنكتب مشغل التطبيقات، وهي مشغل. هذا مشغل التطبيقات اللي هيكون عندنا وهو مستقر. هذا مشغل التطبيقات هيكون في صندوق الوصف وفي قناة التليجرام. في صندوق الوصف هيحولك على قناة التليجرام مباشرة، وهحط لك كمان الفيديو التوضيحي اللي بيوضح كيف بتنزل التطبيقات من القناة، هيكون الفيديو في التعليق المثبت. قناة التليجرام اسمها إيهاب تي في، وعندي قناة تليجرام أيضا لجميع التطبيقات وتحديثاتها، وقناة خلفيات موجودات كلهم في صندوق الوصف. لا تنسى الدعم بالإعجاب والاشتراك في القناة يا حبيب علشان يصلك كل جديد، ونلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.